غادي نديرو اليوم عندنا بريوات بالبطاطا مسلوقه، عندنا 4 البطاطات مسلوقين هانتوما كتشوفو بعد ما تسلقو معكناهم بحال بيوري، عندنا موتزاريلا، عندنا الفطر الاسود مسلوق ومقطع قطع صغيره، عندنا موتزاريلا ابيض بيضاء مقطع قطع صغيره، عندنا الزيتون الاخضر شرائح وقطعته انا قطع صغيره باش ما كيقطعناش الورقه، عندي هنايا لاداند مقطعه قطع صغيره ومشحره مع شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، قليل من التحميره والملح وطبعا الزيت، وشحرته مزيان وقطعته قطع صغيره، عندنا معلقه ديال الموطارد صغيره، قليل من الجبن مبشور، عندنا الهريسه، الملح، عندنا الثومه عفوا البصل بودره، عندنا التحميره الابزار او فلفل اسود، قليل من زيت الزيتون، القليل القليل. غادي نديرو كلشي هنايا في الحشوه، هنا في الاول غادي ناخذ قليل من زيت الزيتون، مقدار ملعقه او ما نكتروش، فقط باش تجمع لنا الحشوه والاسود حتى هو ما نكتروش لحقاش كيكون شويه حار، وعندنا الهريسه ديجا صافي بركه، مينا البطاطس اللي وريتكم من قبل درت لها معلقه زيت الزيتون، درت لها قليل من فلفل اسود، عندي القليل من التحميره حيت الهريسه حتى هي كتعطي اللون، قليل من البصل مقدار كتعطي نسمه زوينه حيت ما بغيتش ندير البصل الاخرى خضراء، شويه ديال الملح حسب حيت كاين الاجبان بلا ما نكثروا الملحه باش ما تجيناش مالحه، وهذا رمضان، الهريسه براس المعلقه، معلقه صغيره ديال الموطارد، لاداند قليل فقط باش كيعطي النسمه زوينه حتى هو، عندنا الزيتون شرائح، عندنا الفطر الاسود انا كيعجبني كنخدمو بزاف كيعطي نسمه زوينه، من بعد ان شاء الله غندير لكم واحد الوصفه ديال الصوبه ديال الحوت ديال الفرخ، كنديرها بالشامبينيون كتجي زوينه، هذا الفرماج موتزاريلا، وهذه موتزاريلا بيضاء. بالنسبه للفرماج الحمر هانتوما شفتوا درت بزاف، درت قليل فقط، هانتوما كتشوفوا الحشوه كتخلطوها مزيان حتى كتنسجم، الا بان لكم ان يعني بغيتو تزيدوها شويه ديال فلحمره على ود اللون، اللي بغى اللون يبقى هكاك من الاحسن، انا ما كنفضل تبقى هكا لان كثرت التحميره غادي تجيبها غادي تبدل الطعم ديال الحشوه ديالنا، كتعطيها واحد النسمه كتبقى المذاق كيبقى بحال اللي كت شي حاجه مشرمله صافي بحال الشرموله ديال الحوت بحال، قليل فقط غير باش كتلونها لنا شويه لان ديجا الهريسه راه عاد لنا اللون صافي، كتخلطوا هذا الحشو هكا. واحد الاضافه اللي بغى يعني كيبغي الجبن يقدر يزيد شويه ديال الجبن مع الحشوه هذه نفسها، اللي ما توفرش عنده الفطر الاسود ولا ما كيبغيش يقدر يدير شامبينيون اخر العادي، الفطر العادي مع اللعب ولا هذا، اللي ما بغاش كاين اللي كيبغي يدير لي زال الطحالب اللي كنقولوا حنا، حتى هي مسلوقه مقطعه لونها كيجي اخضر صافي، هذه هي الحشوه ديالنا بعد ما خلطناها مزيان حتى تخلط هذاك الفرماج،
ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم الحشوه ديال البطاطس والاجبان اللي صوبنا اليوم. نتلاقاو. بسم الله. دابا غادي نعمرو البريوات ديالنا. الطريقه هكذا حتى اللي ما كيعرفش هانت تشوف الطريق اول مره غيطوي البريوات هانت تقادهم بحال هكا مزيان حيت هي بطاطس كتجمعي الجناب باش ما يخرجلكش الحشو على برا. صافي كنلصقوها بالدقيق مخلط مع الماء مزيان. صافي وكتشدوها بحال هاد الطريقه هادي. صافي عاوتاني نصوبو الثانيه هكذا. الى شتو جوانب فارغه نزيدو واحد شويه ديال البطاطس. صافي هانتا طريقة سهلة. انا ما كنبغيش البريوات كبار كنبغيهم هكا صغار. اللي ما بغاش هذيك الورقة اللي صغيرة ديال البسطيلة راه كلشي كيعرفها قسمو كيبغي كاين اللي كيقسمها على جوج كيدير بريوات كبار. انا ما كيعجبونيش كبار كنفضلهم صغار بحال اللي قلت لكم من قبل. اي حاجة كنصوبها كتعجبني الحجم صغير يعني حتى مثلا اللي جرب شي حاجة من هاد الشي اللي غنصور مثلا ماشي في استطاعته انه يدير واحد الكمية كبيرة يعني بغيوات هكا صغار الكل كيدوقهم وكيكفيو الجميع. هكا كيقول لكم انا يعني حوايج بسيطة اشياء بسيطة وتخرجي منها حاجه لذيذه وتعجبك ان شاء الله. ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما نكملوا البريوات ديالنا كاملين. ودابا غادي نوريكم طريقه ديال القنانط نفس الحشو ديالنا اللي درنا غنديروا به البريوات. اللي بغى يشكل يعني تشكيله ها انتما كتشوفوا كنطويو الجوانب كنضغطوا مزيان باش ما تفتحش لينا من الجوانب. الا كان عندنا واحد الفائض ديال الورقه ها نتوما كنقطعوه وكناخذو كنسدو القنوط ديالنا على هاد الطريقه ها نتوما بحال هكذا ها نتوما شتي هكذا كيجي الشكل ديالو كتغير شويه الشكل ديال البريوات. وها هما دول البريوات بعد ما كملناهم كاينين البريوات ودرنا قنانط. وكنتمنى يعجبوكم يعجبو وليداتكم وكنتمنى تجربوهم وتردوا عليا في التعليق. ما تنساوش ديروا لي لايك وتشجعوني كبداية القناة ديالي ان شاء الله وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وكنتمنى تكون الوصفات ديالي في متناول الجميع. وانا ما كنديرش يعني مقادير مكلفه يعني في متناول كل الناس وبصحه وراحه. وهادو هما البريوات اللي حضرنا بالحشوه ديال البطاطس والاجبان بعد ما طابوا في الفران.